مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل الانطلاق لعاشر اشواطنا في هذا الصباح الجميل وشوطنا العاشر خاص بالقعدان ايضا في هذه المسيرة والتحدي. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع المركز الاول وصدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الاول هنا لبيب عوض بن نصيب السبوسي من ينطلق مع لبيب على الصدارة وعلى المركز الاول. المركز الثاني، المركز الثاني لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من يأتينا، ومن الجانب الاخر هملول مسري بن سالم بالعرطي الحميري وصل ايضا بن كعيب. هنا ايضا القادم حشيم حميد بن سيف بن كعيب الفلاسي والوصول من شاهين سلطان بن سيف بن معضل المشغوني، والقادم هنا ايضا بن عمهي قادم مع ظبيان سالم بن عامر بن عمهي المنصوري قادم في هذه اللحظات. ولكن نعود الى المقدمة، نعود الى الصدارة، نعود الى هملول من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول للسيد سري بن سالم بالعرطي الحميري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول. لبيب في المركز الثاني لسيد عوض بن نصيب السبوس المركز الثالث. هنا ايضا السالم بن عامر بن عمهي المنصوري وحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي من الجانب الاخر، ولكن هنا ظبيان من غير على الصدارة على المقدمة السالم بن عامر بن عمهي المنصوري، والسلام لأهالي المرموم للمرة الثانية في هذا الصباح. تهانينا السالم بن عامر بن عمهي المركز الثاني لحميد بن سلطان بالكديدة، وفي المركز الثالث لمسري بن سالم بالعرط الحمير، المركز الرابع لسلطان بن سيف بن معضد المشغوني، والخامس العوض بن نصيب السبوسي. والتوقيت الزمني 2:13 ثانية. تهانينا والناموس.